إسرائيل تنصب جسورا حديدية لتثبيت كاميرات عند باب الأسباط، والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث الأزمة. مصادر المعارضة السورية تقول إن الطيران السوري شن غارات على الغوطة الشرقية بعد يوم من إعلان دمشق وقفا لإطلاق النار بالمنطقة. منتصف النهار هنا في القاهرة، 10 صباحا بتوقيت جرينتش. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما إخبارية جديدة نقدمها من النيل في القاهرة. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو المجيدة، وبهذه المناسبة بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبعث رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، أكد فيها أن ثورة يوليو ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب بما حققته من إنجازات عظيمة. كذلك بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. من جانبه أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن الجيش المصري درع الوطن الحصين لمواجهة الإرهاب. واحدة من أهم أحداث القرن العشرين، ثورة العصر الذهبي لطبقة العاملة الكادحة، هي ثورة 23 من يوليو التي ما زالت في ذكرها 65 تمثل أكبر حدث في حياة المصريين والتاريخ. من أبرز أسباب قيام الثورة حرب 1948 وضياع فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسدة وقيام اضطرابات داخلية وفشل المساعي الدولية لإجلاء القوات البريطانية وتقليص حجم وحدات الجيش الوطني بعد فرض الحماية البريطانية على مصر. هذه العوامل دفعت بتنظيم ضباط الأحرار بالتعجيل بقيام ثورة يوليو، حتى غادر الملك فاروق مصر في 26 من يوليو من عام 1952، وتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في عام 1953. تميزت ثورة 23 من يوليو التي عرف في بدايتها بالحركة المباركة بأنها ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء، وبأن من قام بها جيل من الضباط والشبان، حيث كان تشكيل الضباط الأحرار ذات طبيعة خاصة لا ينفرد باتجاه معين ولا ينتمي لحزب سياسي واحد. وسرعان ما اكتسبت ثورة يوليو تأييدا شعبيا، حيث قضت على الإقطاع وأصدرت قانون الإصلاح الزراعي وأمامت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وألغت الطبقية بين الشعب المصري. ومن الإنجازات السياسية لثورة 23 من يوليو تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية والسيطرة على الحكم في مصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال. أما على الصعيد العربي فقد تمثلت إنجازات ثورة يوليو في بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين وتوحيد وحشد الجهود والطاقات لصالح حركات التحرر العربية وتشكيل حركة عدم الانحياز. يوم
والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء بعد التحية، اليوم تحتفل مصر بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو المجيدة، ما هي أهم وأبرز الدروس المستفادة من هذه الثورة وكيف غيرت مسار الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد؟ يعني اسمحي لي قبل ما أول أتكلم أقول لمصر كلها والشعب مصر كل سنة وانت طيب، كل سنة والشعوب العربية والشعوب الحرة في العالم كله طيبة بهذه الذكرى العطرة لكل المصريين ولكل العرب ولكل الشعوب المحبة. أنا هقترب أو هتكلم عن ما حققته ثورة يوليا يمكن باقتراب آخر غير اللي نتكلم كل الناس تتكلم فيه. في عندنا حاجة في العلوم الاستراتيجية اسمها قوى الدولة الشاملة. أنا همسك عنصر منهم اللي هو الكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية دي اللي هي قيمة الأرض كأرض بإيه اللي بينتج منها، فيها معادن، فيها زراعة، فيها طرق مواصلات، فيها منشآت تهم العالم، فيها كل هذا الكلام. ثم قيمة السكان اللي فوق الأرض. نشوف قبل ثورة يوليا احنا كان شكلنا ايه. نشوف نتكلم عن الأرض الأول. الأرض نشوف كان أرضنا كلها اللي صالحة للزراعة نشوف كام فدان منها كان بيتزرع. النهاردة بعد السد العالي اللي هو نتاج ثورة يوليا 52 بقى عندنا شوفي حوالي 8 مليون فدان وبتزرع زراعة دائمة. عندي ملكية كل الشعب المصري بعد ما كانت 0.5% من الشعب المصري بيملك 50% من ثروة مصر، أصبح ثروة مصر كل مواطن في مصر يمتلك جزء من إيه؟ من وطنه. طيب في حاجة تانية مهمة جدا، قناة السويس اللي بتعتبر مرفق حيوي عالمي كنا نملك فيه لا نملك لأمرنا شيء منه، لما أممناه أضاف إلى كتلتنا الحيوية وقيمتنا كدولة في هذا الموقع، لأن ده بقى ملكنا وإحنا اللي بنتحكم فيه مش غيرنا. ده بالنسبة للأرض، فما بالنا بالمصانع اللي أضيفت والأعمال التي تمت على أرض مصر بعد كده. إنما ننتقل بسرعة عشان الوقت للإنسان نفسه المصري، كان شكل البشر إيه في مصر؟ كان في كام واحد بيتعلم؟ كان في كام واحد عايش حياة كريمة؟ لم يكن هناك من ممن يعيشون حياة كريمة إلا برضه هم طبقة 0.5%، ولو خدنا كمان 1 أو 2% اللي هي كانت الطبقة الوسطى، والطبقة المطحونة هي بقية شعب مصر الذي يعمل منذ أو قبل الشمس سطوع الشمس حتى غروبها بيشتغل في أي حقل من حقول الإقطاعيين بملاليم لا ليس له من أمره شيء. كان في البلهارسيا، كان في الأمراض البطنة في الكبد وفي الكلى وكل هذه الأمراض. كانت النهاردة الحمد لله عندنا شعب، شوف الزيادة فيها شكلها إيه، الصحة بتاعة الشعب شكله إيه، مستوى العلم بتاع الشعب النهاردة بقى عندنا علماء بنباهي بهم العالم في كل المجالات. أصبحنا لنا من القدرة الاستراتيجية ما لم يكن لنا أي شيء من قبل. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لك. وفي فيينا احتفلت السفارة المصرية بالذكرى 65 لثورة يوليو، وأكد المشاركون أن هذه الثورة لعبت دورا كبيرا في تاريخ مصر الحديث في المجالات كافة. وسط أجواء نبضت بالفخر والاعتزاز بالروح الوطنية بمناسبة ذكرى ثورتي يونيو ويوليو، شهد مقر السفارة المصرية بالنمسا حفل استقبال رسمي شهده ممثلين عن الحكومة النمساوية وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في فيينا وجمع غفير من أبناء مصر بالنمسا. ألقى السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كلمة بهذه المناسبة. الشكر لتلبيتكم لدعوتنا للمشاركة في احتفالنا بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة. وقبل أن ألقي كلمة بهذه المناسبة عزيزة، أدعوكم جميعا للوقوف دقيقة الحداد على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة وقوات الشرطة والمدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم نتيجة الأعمال التي
مصر. ستظل الثورات المصرية علامات فارقة مضيئة في تاريخ الشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم بتغيير ملامح المشهد السياسي بصورة حضارية، من مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية. كل عام وحضراتكم بخير. قناة النيل الإخبارية، مصطفى عبد الله، فيينا. كما أقامت السفارة المصرية لدى اليونان احتفالا بذكرى الثورة بحضور العديد من كبار الشخصيات من مختلف الجنسيات ومختلف الأطياف السياسية، تعبيرا عن شعورهم تجاه مصر شعبا وقيادة. تناول السادة الحضور الحديث عن العلاقات المصرية اليونانية والمشروعات التنموية والإصلاحات في مختلف المجالات. المدعوون توافدوا إلى مقر السفارة المصرية وسط أثينا لتهنئة مصر بذكرى الاحتفال بثورة يوليو المجيدة. كبار الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية جاءوا للتعبير عن شعورهم تجاه مصر شعبا وقيادة، وما تتملكه أرض الكنانة في قلوبهم من حب واحترام وتقدير. حجم الحضور ومستوى المشاركة بيدل على عمق العلاقة بين مصر واليونان. مصر واليونان العلاقات بينهم علاقات عميقة ومتأصلة، إنما الزخم اللي موجود حاليا في العلاقات واضح جدا النهاردة من المستوى المشاركة والضيوف اللي شرفونا. في الوقت الراهن العلاقات بين مصر واليونان والتكتل الثلاثي مع قبرص يعطي قوة من الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقة المتوسط، ولكن يعطي بريقا من الأمل أيضا لكل المنطقة. ضيوف الاحتفال هنا أشادوا بالشعب المصري الذي خرج في 25 من يناير و30 من يونيو للتعبير عن أرائهم ومواقفهم لعودة مصر إلى مكانتها الدولية المرموقة. نتعاون سويا وبأفضل الطرق، وأعتقد أن هذا يساهم في أمن واستقرار المنطقة ومصالح الدولتين. صراحة الواحد بيشعر بفخر كبير جدا لما بنشوف انه هذا الصرح في احلى مكان في اليونان تملكه جمهوريه مصر العربيه. يا رب دايما نعلي اسم بلدنا ونقف مع بلدنا، وكل الخير لمصر ان شاء الله، ونقدر ننتصر على الارهاب الاسود اللي بهدلنا، وترجع السياحه تبقى قاطره التنميه، ونحس ان مصرنا دي العظيمه من احسن دول العالم. الضيوف اشادوا بالمشروعات التنمويه والاصلاحات في مصر الحديثه، مؤكدين على الدور الحكيم للقياده المصريه وجهود في مواجهة الإرهاب في ظل التحديات الدولية والإقليمية. بالرغم من أن الاحتفال هنا في أثينا جاء إحياء لذكرى ثورة يوليو المجيدة، إلا أن الحديث حول المشاريع التنموية والنهضة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيمنت على الاحتفال. عبد الستار بركات، النيل، أثينا. وتزامنا مع الاحتفالات بثورة يوليو، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قاعدة محمد نجيب العسكرية، أكبر قاعدة في الشرق الأوسط. وخلال الاحتفال شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه لا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات. في يوم جديد من أيام العزة والكرامة تلاقت خلاله ذكرى ثورة 23 من يوليو عام 1952 بانضمام جيل جديد من خير أجناد الأرض إلى صفوف الساهرين على أمن وأمان الوطن، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج 10 دفعات جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بمدينة الحمام بالمنطقة الشمالية العسكرية مجتمعين للمرة الأولى، وذلك بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب
النواب وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، من بينهم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والمشير محمد حسين طنطاوي وكبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة، وبمشاركة عدد من أمراء وممثلي الدول العربية من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي وسفراء عدد من دول المنطقة والعالم. وإذانا بتدشين أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، رفع الرئيس السيسي علم مصر على قاعدة محمد نجيب العسكرية لتعزيز قدرات القوات المسلحة في حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية الواقعة غرب الإسكندرية وعلى الحدود الغربية للبلاد. وفي بداية الاحتفال استعرض الرئيس السيسي مصطحبا أمراء وممثلي الدول العربية طابور القوات العسكرية المصطفى بساحة القاعدة العسكرية، ليبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الرئيس الأسبق محمد نجيب والقاعدة العسكرية التي تحمل اسمه. تلاه مرور طابور الخريجين بالمنصة الرئيسة والذي ضم دفعات الخريجين من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض والضباط المتخصصين. وقد منح الرئيس السيسي أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، كما تسلم هدية تذكارية من أوائل الكليات العسكرية وطلاب كلية الشرطة. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن قوى الإرهاب والتطرف لن تنجح في النيل من مصر وأشقائها، مشددا أن مصر لن تسمح أبدا لأحد أن يتدخل في شؤونها وأن هذا الأمر لن يمر دون حساب. يعني أنتوا عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم، في يوم بأكل سنة من بعض الدول، أكل سنة. احنا لما نيجي نعمل مشروع اسكان في مصر بنعمل مليون شقه في سنتين ولا ثلاثه، لمؤاخذه لبعض البلدان بيبقى عدد سكانها كله. عايز تتدخل في مصر؟ عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ ما تقدرش، فخليك في حالك احسن. تحية تقدير واعتزاز وجهها الرئيس السيسي إلى أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أنهم قدموا أغلى ما يملكون حماية لمصر من هجمات الإرهاب والتطرف. أنتم قدمتوا حاجة عظيمة جدا، قدمتم أبنائكم لمصر عشان تبقى مصر، واللي أصيب أصيب لأجل خاطر مصر عشان تفضل مصر واقفة، واقفة قدام إرهاب وتطرف ومحاولات لإسقاط الدولة المصرية. كما وجه الرئيس السيسي التحية لشعب مصر تقديرا لوعيه وصبره وتحمله لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي. في كل مرة أتحدث إليكم أتوجه لكم جميعا بكل الشكر والتقدير والاحترام، والحقيقة الشكر ده والتقدير ده والاحترام ده أنا مش بقوله لكم على إنه هي كلمات معسولة، لا، هو تقدير حقيقي، لأن وعيكم وفهمكم لمتطلبات الإصلاح، صبركم وتحملكم أمر مش إحنا بس اللي بنقدره. كان الاحتفال قد شهد تقديم عرض لمهارات الطلاب الخريجين من كليتي الحربية والشرطة من فرق الصاعقة، عكس ما وصلوا له من مهارات طوال فترة الدراسة لإتقان فنون القتال واستخدام المعدات الحديثة والتناغم بين مختلف الأسلحة خلال تنفيذ المهام الموكلة إليهم. كما قدم فريق العروض الجوية بعض الاستعراضات التي أبهرت الحاضرين، وشارك تشكيلان منفصلان لطائرات F-16 وطائرات الرافال خلال العرض عبر المرور بسماء الطابور. على رشوان النيل. وخلال حضوره افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، أشاد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان بدور القوات المسلحة المصرية الفاعل في التصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد أمن مصر والمنطقة. كما هنأ بن زايد الحكومة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، متمنيا لها مزيدا من التطور والازدهار، وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التضامن العربي إيمانا منها بأن ذلك هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2017-2018، وأوضح أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية في المرحلة الثانية للتنسيق بلغ 97.4%. كما أعلن عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات طب الأسنان توقف عند 97.1%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 95.9%، والعلاج الطبيعي 95.8%، والعلوم الصحية التطبيقية 95.4%. كما أعلن وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية وصل عند 94.2%، والإعلام 93.4%، والألسن 92.6%، والآثار 88.6%، والفنون الجميلة 83.2%. مباشرة ينضم إلينا من وزارة التعليم العالي مراسلنا أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية لك أن تطلعنا على المقصود بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى لهذه الكليات في الجامعات في المرحلة الأولى. يعني مثلا كلية الطب على مستوى الجمهورية الحد الأدنى للقبول بها هي 97.4%، في أي كلية مثلا من كليات جامعات القاهرة حققت هذه النسبة؟ نعم، بالفعل أيمن، أتحدث إليكم من أمام وزارة التعليم العالي بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة. هذه المرحلة التي يعني أسفرت عن العديد من النتائج، وهي انخفاض الحد الأدنى للقبول في معظم الكليات سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية لأكثر من 1%. الوزير أيضا أعلن عن بدء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني، وذلك يوم الثلاثاء 25/7 القادم، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك حتى يوم السبت 29/7، وينتهي تماما في الساعة 7 مساء، وذلك لاستيعاب أكثر من 41,000 طالب في هذه المرحلة. قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن معظم الكليات انخفضت الحد الأدنى لها، حيث أن الطب البشري انخفض إلى 97.4%، مقارنة بالعام الماضي كان 98.4%، أي تقريبا 1%. طب الأسنان كان مجموعه 97.1%، مقارنة بالعام الماضي 98.2%. أما الصيدلة كانت 95.9%، مقارنة بالعام الماضي 97.1%، وهو يعني يقل عن العام الماضي بنسبة 1.2%. العلاج الطبيعي أيضا كان 95.5%، بانخفاض 5 درجات بمعدل 1.2%. بعض الكليات الشاغرة في هذه المرحلة خاصة للشعبة العلمية وهي كلية الطب البيطري والتمريض، يعني هذه الكليات بالفعل سوف تتم طرحها في المرحلة الثانية. هناك في الشعبة الهندسية أماكن للطلاب في المرحلة الثانية، وأماكن شاغرة أيضا بكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التخطيط العمراني وكلية الفنون الجميلة. هناك أيضا أماكن شاغرة للشعبة الأدبية وهي اقتصاد وعلوم سياسية وكليات الإعلام وكلية الألسن وكلية الآثار. اقتصاد وعلوم سياسية كان مجموع هذا العام 94.2%، مقارنة ب 95.9% العام الماضي. كلية الإعلام كان مجموعها 93.4%، مقارنة ب 95.2% العام الماضي.
كلية الألسن كان مجموعها 92.6 من عشرة مقارنة ب 94.2 من عشرة العام الماضي. الوزير أيضا تحدث عن أن هناك تم ضم 6 كليات إلى الجامعات الحكومية هذا العام في مختلف الجامعات، في جامعة الزقازيق، كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلوم والبترول والتعدين في جامعة الإسكندرية. آخر نقطة تحدث عنها الوزير وهي فتح تقليل الاغتراب للطلاب، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية في يوم السبت 29/7 القادم بنسبة 10% للطلاب الراغبين في تقليل نسبة الاغتراب. إليك أين. جزيلا لك أشرف مبارك مراسلنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. أعلن مجلس الجامعة العربية اليوم عن اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء القادم، وذلك بعد تصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم أن القدس خط أحمر، متهما إسرائيل باللعب بالنار وإدخال المنطقة لمنحى بالغ الخطورة من خلال فرضها لإجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي. يعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لبحث قضية البوابات الإلكترونية في محيط المسجد الأقصى. وفي غضون ذلك نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جسورا حديدية من أجل تثبيت كاميرات مراقبة يطلق عليها كاميرات ذكية عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي بالقدس المحتلة. وقد اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات خاصة للاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في حين واصلوا موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية والمرابطون اعتصامهم أمام باب المجلس رفضا لدخول المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت وزيرا سابقا وقيادات ونشطاء من حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات اعتقلت 29 شخصا من بينهم 9 من أعضاء حركة حماس، وذلك بعد هجوم استهدف مستوطنة حلميش يوم الجمعة الماضية، والذي شهد أيضا مواجهات دامية خلال احتجاجات على الإجراءات الإسرائيلية عند مداخل الحرم القدسي الشريف، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلتنا ثروة شقرة. ثروة، يعني كيف تتابعين الأوضاع الآن في محيط المسجد الأقصى المبارك؟ نعم، يعني بعد صلاة الظهر قامت قوات الاحتلال المتعسكرة عند أبواب المسجد الأقصى وتحديدا ثروة في منع. نعم، هل تسمعني؟ نعم ثروة. نعم معكم، هل تسمعوني؟ نعم نعم، قلت أنه بعد صلاة الظهر تم قمع المصلين الذين تواجدوا عند باب الأصباط، بالإضافة إلى منع قوات شرطة الاحتلال المتمركزة عند باب الأصباط وأبواب أخرى مثل باب السلسلة وباب المجلس في منع التوقم الصحفية، واعتدت على عدد كبير من الزملاء العاملين في الفضائيات العربية من الاقتراب إلى باب الأصباط. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني ما زالت قوات الشرطة الإسرائيلية تحاول حصار بلدة كوبر مسقط رأس الشاب الذي قام بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل 3 مستوطنين في مستوطنة حلميش الواقعة بالقرب من أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة
رام الله. كان قد اجتمع الكابينت وهو المجلس الأمني والوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، وقد قال فيه بنيامين نتنياهو أنه سنهدم منزل الشاب الذي نفذ عملية حلميش، وبالتالي كما قال نتنياهو سنحاول أن نحمي المستوطنين، المتغافل عن كل الإجراءات والممارسات العنصرية والممارسات التي تنتهك أولى القبلتين. هناك أيضا القناة الإسرائيلية الثانية قالت أن بنيامين نتنياهو في جلسة الكابينت سيحاول أو أنه حاول إيجاد بدائل عن البوابات الإلكترونية، منها كاميرات ذات حساسية عالية تقوم بمراقبة ورصد حركة المارة من وإلى المسجد الأقصى، ولكن دائرة الأوقاف الإسلامية والقيادات الدينية قالت أن جميع الحلول وجميع البدائل مرفوضة في ظل تغيير التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى منذ سنوات طويلة. كان هناك أيضا تصريح لبعض المسؤولين الفلسطينيين بأن أو الفصائل الفلسطينية بأنها ستشهد تطورا على الساحة الفلسطينية على صعيد الحراك الشعبي والفلسطيني. حركة بعض الفصائل الوطنية والقوية في فلسطين دعت إلى أوسع مشاركة جماهيرية شعبية في مناطق الضفة الغربية، منها مسيرة ستخرج عند الساعة 6 مساء على حاجز قلندي العسكري. أيضا كان الجيش الإسرائيلي كما ذكرتم في متن الخبر قد اعتقل إلى هذه اللحظة 31 مواطن فلسطيني من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي، كما تقرر الإفراج عن بعض القيادات الفتحوية الذي اعتقلهم الجيش الإسرائيلي قبل أيام في القدس، مثل حاتم عبد القادر وعدنان غيث مسؤول حركة فتح في القدس المحتلة بعد قرار منعهم من الوصول إلى المدينة المقدسة، أي قرار الإبعاد عن المدينة المقدسة. من المتوقع أن تشهد الأراضي الفلسطينية ما بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء مواجهات كما تحدث في كل ليلة، تحديدا عند بلدات القدس مثل العزارية وسلوان ورأس العمود، وأيضا في محيط حاجز قلندي. أيضا هناك دعوات مسيحية ومسلمة في مدينة بيت لحم للخروج عند الحاجز الفاصل ما بين مدينة بيت لحم ومدينة القدس. نعم، بشكرك شكر جزيل على هذه المتابعة ثروة شقرة مراسلتنا في القدس، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا هاتفيا للمزيد من المتابعة والتحليل من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس. دكتور أحمد، كيف تتابع الأوضاع في المسجد الأقصى والممارسات الإسرائيلية الصهيونية التي تبدو مستفزة بشكل كبير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟ تماما، خطوات ليست فقط استفزازية وإنما تهدف إلى إذلال المسلمين بكل أماكن تواجدهم. الآن يضاف إلى البوابات الإلكترونية كاميرات حساسة جدا للوجوه والمعادن والأسلحة، فحتى اللحظة لم تزل هذه البوابات، وإنما أضيف إليها أيضا هذه الكاميرات، وكذلك أضيف إليها حواجز جديدة تمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى بوابات الأقصى. بيضاف إلى هذا الأمر، هذا ليس في استفزاز، هذا إذلال حقيقة، وهذا تأكيد على العنصرية والعنجهية والغطرسة. يضاف إلى ذلك الخطاب التحريض العالي اللي موجه نحو أعضاء الكنيسة العرب، نحو السلطة الفلسطينية، نحو الرئيس أبو مازن. أيضا يضاف إليها الاعتقالات العشوائية، هذه الليلة كان هناك اعتقالات عشوائية تماما لأسرى محررين وقيادات ووجوه معتبرة في الشعب الفلسطيني. الخطاب التحريضي بالإضافة طبعا للحصار قرية كوبر وحصارات أخرى، قطع الطرق، عمليا هناك تصعيد كبير ونوع من الهجبة الكبيرة غير المسبوقة على الفلسطينيين لإذلالهم. حقيقة لا يرى الأمر ولا يفسر إلا بالرغبة في الإذلال وإخضاع الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس. على الرغم من التحركات العربية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة المتصاعدة في القدس المحتلة منذ 10 أيام، إلا أن الأوضاع على الأرض تزداد اشتعالا وتعقيدا، خاصة مع التصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولم تكتفي قوات الاحتلال بالإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها حول البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، بل قامت بنصب جسور حديدية من أجل تثبيت كاميرات مراقبة عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.
قام اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات خاصة للاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. السلطات الإسرائيلية شنت أيضا حملة اعتقالات واسعة طالت وزيرا سابقا وقيادات ونشطاء من حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حملة مداهمات لمنازل عدد من الأسرى المحررين والنشطاء بالخليل ونابلس وجنين وقلقلية. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين. كما وصل موظف دائرة الأوقاف الإسلامية والمرابطون اعتصامهم رفضا لدخول المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية، بينما أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عزمها مواصلة حملاتها من أجل إزالة الأبواب نهائيا، وذلك بعد قرارها تجميد جميع الاتصالات مع سلطات الاحتلال. وفي ضوء تسارع التطورات الميدانية دعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة الاثنين بطلب من فرنسا والسويد ومصر لبحث التصعيد في القدس المحتلة، بينما ناشدت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة جميع الأطراف ضبط النفس إلى أقصى حد وتجنب الأعمال الاستفزازية. كما دعت الرباعية إسرائيل والأردن إلى العمل سويا من أجل الإبقاء على الوضع القائم في باحة الأقصى في القدس الشرقية المحتلة والذي يتاح بموجبه للمسلمين دخول الموقع في أي وقت، ويتاح لليهود دخوله في أوقات محددة من دون أن يتمكنوا من الصلاة فيه. في سوريا أفادت مصادر المعارضة بأن طيران الجيش السوري شن عدة غارات جوية على الغوطة الشرقية في خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش أمس في المنطقة التي تعد أبرز معاقل فصائل المعارضة قرب العاصمة دمشق. جاء إعلان وقف الأعمال القتالية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان لها التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بناء على محادثات جرت في القاهرة وضمت مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية مصرية. في غضون ذلك استمرت الاشتباكات بين حزب الله وجبهة النصرة لليوم الثالث على التوالي، وتركزت عند مدخل وادي الخليل بجرود عرسال مع تقدم ملحوظ للحزب في عمق الوادي. وذكرت مصادر لبنانية أن حزب الله أحكم سيطرته العسكرية والميدانية على وادي العويني بعرسال، وهو إحدى النقاط الاستراتيجية لجبهة النصرة وأحد خطوط الإمداد الرئيسية الذي يربط الأراضي السورية بالمنطقة. والآن مشاهدينا الكرام تذكرة بأهم عناوين منتصف الساعة قبل العودة لمتابعة أنباء الاقتصاد. مصر تحتفل بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو. إسرائيل تنصب جسورا حديديا لتثبيت كاميرات عند باب الأصباط والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث الأزمة. مصادر المعارضة السورية تقول إن الطيران السوري شن غارات على الغوطة الشرقية بعد يوم من إعلان دمشق وقفا لإطلاق النار بالمنطقة. والآن نتحول لمتابعة أنباء الاقتصاد مع زميلة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا أمل وأيمن، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزارة التموين تؤكد التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره، وتقول إن تحرير سعر الدقيق هو أمر تنظيمي.
أهلا بكم. أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم وهو 5 قروش، مشيرا إلى أن تحرير سعر الدقيق هو أمر تنظيمي لضبط منظومة الخبز. وشددت الوزارة على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30,000 مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا، وكذا صرف السلع التموينية وفقا لنظام النقاط المستهدف مضاعفاته إلى 30 قرشا عن كل رغيف. وتقترح وزارة التموين مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم ب4 أرغفة يوميا، وذلك بدلا من 5 بإجمالي 120 رغيفا شهريا. أنا بحول الملكية العامة لملكية خاصة لأمح صاحب المدحن يدفع فلوسه عشان يكون ملتزم بأن هو ينتجه بالمواصفات وبالنسب الاستخراج الجيدة ويكون مقبولا للخبازين، وبعد كده الخباز يدفع قيمة الدقيق بالسعر الحر علشان خاطر يكون مسؤول عن هذه البضاعة وينتجها ويسجلها على الماكينة ويبيع الرغيف للمواطن ب5 قروش، والدولة سوف تدخل في الحلقة الأخيرة تدفع له باقي قيمة إنتاج الرغيف ما بين سعر المدعم اللي هو 5 قروش والتكلفة الحقيقية للإنتاج. الأمر أمر تنظيمي بحت علشان خاطر نزود ونعظم الاستفادة من منظومة الدعم، نقلل الاتهامات المتبادلة بين الخبازين والطحانين في أن كل طرف بيتهم الطرف الثاني في أنه هو متسبب في إفساد المنظومة. احنا بنحط كل حد قدام مسؤولياته، إنما النتيجة أن المخرج النهائي كان في رغيف ب5 قروش، ما قبل ذلك فهو يخص أصحاب المنظومة أو الشركاء في المنظومة الخبازين والطحانين ووزارة التموين والتجارة الداخلية. قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر إنه يجري تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين لتقديم أفضل خدمة للمستثمرين ولمساعدتهم في تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات. وأضافت نصر أنه تم وضع مسودة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار توضح كل الإجراءات التي تسهل عمل المستثمر، والتي من المنتظر أن يصدرها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قريبا. ودعت الوزيرة المستثمرين وممثلي الشركات إلى تأسيس الشركات أونلاين من خلال خدمة أسس بنفسك، والتي أطلقتها الوزارة على موقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار. قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إن صناعة الغزل والنسيج تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر. وأشار المرشدي أن صادرات القطاع تصل لنحو 2,600,000,000 دولار في العام، وهو ما نسبته 15% من الصادرات المصرية غير البترولية. وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه يستهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقي الذي يعتبر سوقا واعدا، لافتا إلى أن التواجد به يقوي المركز التجاري والسياسي للدولة. أمرت محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي الأرجنتين بدفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد والرسوم القانونية لمجموعة مرسان الأسبانية بعد مصادرة شركتها للطيران إيروليناس أرجنتينس إس إي عام 2008. وقررت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز مصادرة شركة الطيران في عام 2008 بداعي سوء الإدارة، وظلت تحت سيطرة الدولة منذ ذلك الحين. أعلنت الصين تبني خطة وطنية طموحة لبناء صناعات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بقيمة 148 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في مسعى لأن تصبح إحدى أكبر القوى الرائدة في مجال أبحاث وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في العالم. وتهدف خطة تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي الوطني الصيني إلى تسريع تطبيقها في الصناعات التحويلية وفي صناعة الخدمات والزراعة وغيرها. ولم تتحدث الحكومة في خطتها عن حجم السوق الحالية لصناعة الذكاء الاصطناعي الصينية، ولكنها أوضحت أنها تسعى إلى بذل المزيد من الجهود في الأبحاث والتكنولوجيات الأساسية.
نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع زملاء أمل وأيمن، إليكما. شكرا لك ميرفت. دعت المعارضة الفنزويلية إلى إضراب مدته 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس القادمين ضد رئيس نيكولاس مادورو ومشروعه المقترح لتعديل الدستور. كما أعلنت المعارضة أن مسيرة ستخرج الجمعة المقبل بهدف مطالبة مادورو بسحب مشروعه لانتخاب جمعية تأسيسية. يأتي ذلك في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين في كاراكاس أسفرت عن إصابة العشرات، من بينهم عازف الكمان ويلي أورتيغا والذي يعتبر أحد رموز المعارضة في فنزويلا. وتحمل المعارضة مادورو مسؤولية أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد التي انهار اقتصادها جراء تدهور أسعار النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بكامل الصلاحيات في العفو عن أقاربه ومساعديه وربما عن نفسه. يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة. وأكد ترامب في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يحتاج لاستخدام سلطاته في إصدار العفو الرئاسي في هذه المرحلة، في تأكيد منه على إمكانية استخدامه لها في وقت لاحق. ومن المقرر أن يمثل الأسبوع جاريت كوشنر وهو صهر ترامب مستشار البيت الأبيض، وبول مانفورت المدير السابق لحملة الانتخابية أمام لجان المجلس والتي تحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية العام الماضي. والآن مع أخبار الكرة والملاعب أخبار الرياضة بصحبة الزمان. وختاما لهذه البانوراما إلى حضراتكم نظرة على أهم العناوين. مصر تحتفل بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو. إسرائيل تنصب جسورا حديدية لتثبيت كاميرات عند باب الأسباط، والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث الأسماء. مصادر المعارضة السورية تقول إن الطيران السوري شن غارات على الغوطة الشرقية بعد يوم من إعلان دمشق وقفا لإطلاق النار بالمنطقة. نهاية النشرة، شكرا المتابعة ودمتم في أمان الله.